بالنسبة لإحرام المرأة، قرأت لسماحة الشيخ ابن باز في كتابه التحقيق والإباحة أن المرأة تحرم فيما شاءت. هل إذا خرجت من بيتها بالثياب ثم ركبت الباخرة، فماذا عليها إذا جاوزت الميقات؟ هل عليها الاغتسال وتغيير ثيابها، أو أنها لو استمرت بالثياب الأولى تكفيها النية فقط عند الميقات؟ وكيف تحل المرأة من إحرامها؟ جزاكم الله خيرا. نعم، الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. إذا نوى المسلم الدخول في النسك فقد أحرم، ويلتزم تجنب محظورات الإحرام من حين نيته الدخول في النسك. والمرأة ليس لها ثياب خاصة في الإحرام، لكنها تتجنب ثياب الزينة، وتتجنب الثياب التي فيها تشبه بالرجال، وتلبس ما شاءت مما جرت عادة نسائها بلبسه من غير زينة. لها أن تحرم بالثياب التي جاءت بها من البلد، ولها أن تغيرها بملابس أخرى. الأمر في هذا واسع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.